طيب، حابب أبدأ المراجعة دي بإني أتكلم على منصة أبل تي في بلس وأشيد بروعة اختياراتهم للأعمال اللي بيقدموها، خصوصا في جانب الأعمال التلفزيونية. أصبح عندي في الفترة الأخيرة ثقة كاملة لما بقرر أشوف مسلسل وأعرف إنه من إنتاج أبل تي في بلس، إني داخل على تجربة ممتعة جدا في المقام الأول، وبتحمل قيمة فنية عالية، والأهم إنها متنوعة. جميل قوي الحرص اللي عندهم على التجديد المستمر في تصنيفات الاعمال اللي بينتجوها. لما جيت اعد المسلسلات اللي شفتها من انتاج ابل السنه دي لقيتها كتيره جدا، وكلها بالنسبه لي ينفع يطلق عليها من افضل اعمال السنه، بين دراما مسلسل باتشينكو مثلا، او جرعه الاثاره العاليه في مسلسل سلو هورسز، او غموض مسلسل دارك ماتر، او متعه رحله اكتشاف الحقيقه في مسلسل بيرسيوند انسنت. وعشان يجي عمنا الفونسو كورون ويحط اسمه في مقدمه الليسته دي بالعمل اللي هتكلم عنه في الفيديو، مسلسل ديسكليمر. والفونسو كورون عامل شبه ابل بالظبط، يمكن انتاجاته مش كتيره قوي لكنها متنوعه، والجميل فيه انه بيحب يجرب. اتفقت او اختلفت مع اسلوبه، ما تقدرش تنكر انه مخرج عظيم. فكالعاده ده الاول، اهلا بيك، انا محمود، ويلا بينا نبدا الفيديو النهارده. Good evening, ladies and gentlemen. ديسكليمر هو مسلسل دراما وغموض مكون من 7 حلقات، مقتبس من رواية صدرت بنفس الاسم سنة 2015، سيناريو وإخراج المكسيكي ألفونسو كورون، من بطولة كيت بلانشيت، كيفن كلاين، ليزلي مانفيل، ساشا بارون كوهن، وكودي سميث ماكفي. واللي أحداثه بتبدأ مع ستيفن اللي بيكتشف بالصدفة رواية كتبتها زوجته المتوفية، بتحكي فيها الأيام الأخيرة لابنهم اللي توفى غرقا أثناء وجوده في رحلة في إيطاليا. الرواية اللي بتتهم فيها الأم صحفية مشهورة بإنها كانت سبب بشكل أو بآخر في وفاة ابنها واستغلاله. ففي محاولة لتحقيق العدالة، بيقرر ستيفن الملكوم على زوجته وابنه نشر الرواية والسعي في خطة للانتقام من الصحفية وعيلتها، علشان تلاقي هذه الصحفية واللي بنعرف ان اسمها اليزابيث نفسها، في مواجهة قصة كانت اقتنعت انها عرفت تتخلص من اثارها في حياتها، علشان ننطلق في رحلة لمعرفة القصة اللي حقيقيتها بتوه بين العديد من السرديات المختلفة. The world needs to know the truth. مبدئيا كده انا هقعد كتير في الفيديو ده امدح في الاخراج اللي حول المسلسل لتحفة سينمائية ليها طابع راقي قوي، مش شبه اي حاجة بنشوفها في التلفزيون في العادة. دايما وانا بتفرج كنت بتخيل نفسي لو بشوف المسلسل ده على شاشة سينما مثلا، لانه احنا كتير ممكن نصف مسلسل بانه صورته حلوة ومتقنة، بس مرات معدودة قوي اللي ممكن نطلق على مسلسل بانه مريح للعين دون عن اي مميزات تانية. انا عيني كانت مبسوطة وانا بتفرج على الحلقات، سواء بقى من ناحية اختيار الألوان اللي كان غالب عليها طابع شتوي بارد كده، ودايما مايلة للون الأزرق بشكل بيزيد من جرعة التوتر والغموض بدون ما يتلاعب بهدوء الإيقاع. الألوان اللي مش بيتغير الألوان الدافية غير مع رجوعنا للحظات الماضي، علشان نختبر حالة حنين الذكريات البريئة على الأقل من وجهة نظر معينة، أو سواء من خلال اختيار زوايا التصوير الواسعة في معظم الوقت. قليل قوي لما بنفوكس على شخصيه بحد ذاتها اكتر ما بنهتم باظهار تفاصيل الصوره بشكل عام. بحس دايما ان كورون عايز يورث شعور انك كمشاهد انت الحكم الوحيد في القصه دي، اللي في الاخر هتقول انت مقتنع باني حقيقه. فضروري اني احافظ عليك كمشاهد مراقب دايم للاحداث من بعيد، اعلمك تلاحظ المعلومات اللي بتتقال في لحظه من الزمن وترجع تختفي، اخليك تلاحظ لون هدوم مختلف في روايه حد عن التاني مثلا، اخليك تلاحظ جرح ركزت عليه بالكاميرا وبعدين بقى ولا كانه موجود، اخليك تعيش مع تعبير وش ظهر فجأة واختفى. الفونسو كورون عنده شخصيه واضحه قوي، وده مش غريب عليه. يمكن ده اول مسلسل يعمله، لكن ده الراجل اللي عمل تحفه بصريه زي روما او جرافيتي، هو اللي قدم فيلم تشيلدرن اوف مان، هو اللي نقل افلام هاري بوتر من كونها قصص اطفال عاديه وقدم لها جانب سوداوي خلاه مكمل لطول السلسله بعد فيلم هاري بوتر اند ذا بريزنر اوف اسكابان، واللي يعتبر افضل فيلم من الناحيه الاخراجيه في السلسله كلها اصلا. وانا في العاده على الرغم من احترامي للسينما كورون، بحس في اوقات كتير انها كبيره عليا شويه ولسه محتاج خبره اكتر في حياتي قبل ما اقدم لها التقدير اللي تستحقه، لكن مع ذلك بيبقى ديسكليمر اكتر عمل ابروتشبل وقابل للمشاهده في الفيلموجرافي بتاعه كله. ولو في عمل تلفزيوني السنه دي ينفع يتحط في مقارنه مع ديسكليمر على الاقل من الناحيه البصريه، هيكون مسلسل ريبلي اللي شفناه في اول السنه. المسلسلين دول بصريا على الاقل في مكان تاني عن اي حاجه بنشوفها مؤخرا. ولو جانب الاخراج عظيم، فهو بكل تاكيد مش بعظمه اسلوب السرد. ديسكليمر من نوعيه المسلسلات اللي بتشدك جدا من اول لحظه باسلوب السرد الممتع اللي بيخليك مضطرب بين انك حاسس انك شايف الحقيقه كامله قدامك، اليزابيث سيده مذنبه وتستاهل كل اللي بيعمله ستيفن فيها ومدى سخطه عليها، بس مع ذلك انت حاسس ان في حاجه غلط،
دي لا يمكن تكون الصورة كاملة أبدا، ويجبرك بقى تعيش على مدار 6 حلقات في محاولات لرسم تخيلات لإيه هي القطعة الناقصة علشان الصورة بتاعتنا تكمل، ويلعب بيك بقى وبعقلك بتنقلاته السلسة بين الماضي والحاضر والفويس أوفر اللي محاوطنا طول الوقت، سواء صوت زوجة ستيفن نانسي اللي بتمثل صوت الرواية، أو حتى صوت إليزابيث الداخلي المليان بالغموض والأسئلة الكتير. ومع وصولك لهذه القطعة اللي مش بتتكشف غير في النهاية، بتبدأ تفهم إن هدف المسلسل أصلا مش الوصول للحقيقة، وتبتدي تدرك مدى عظمة أسلوب السرد اللي قدم مسلسل كامل عن ما هو السرد أصلا، وإزاي ممكن تكون الطريقة اللي بيتم تناول بيها قصة قادرة إنها تدمر حياة شخص محتمل إنه بريء، وتحول شخص محتمل إنه مجرم لملاك، ومعاها تلاقي نفسك مرة واحدة كمشاهد موجود في محكمة بتتحاسب فيها على كل ظن وكل سؤال سألته أو ما سألتوش على مدار الرحلة. وتتجلى معضلة المسلسل الأخلاقية في مدى سهولة انقيادنا إحنا البشر وراء أشكال معينة للقصص بدون محاولة معرفة حقيقتها كاملة، ومدى سهولة قدرتنا على إصدار أحكام سريعة ومسبقة من قبل الإلمام بكل مجريات الأمور. مش لعيب فينا أكتر من إنه الوضع كده بالنسبة لعقلنا أسهل وأريح من إنه نتعب نفسنا ونسأل عن أمور إجاباتها ممكن تحطنا قدام اختيار محير وتحط شكلنا قدام نفسنا في موضع شك أو تقليل. وآه أنا قلت إنه بيحاكم المشاهد فعلا وبيحاكم أبطاله، لكن من غير ما يخفي التعاطف معاهم من الصورة، وده يرجعنا للكلام عن شخصيات القصة اللي بدأت المسلسل وأنا شاكك فيهم كلهم وخلصته وأنا مشفق عليهم لواقعية الدوافع اللي بتحركهم. احنا بنتحرك على خطين اساسيين وبيقودونا الخط الثالث في الماضي بنستكشف فيه تداعيات وفاة جوناثان ابن نانسي وستيفن اثناء وجوده في ايطاليا، وكل خط بيقوده عدد شخصيات معينه بين السرديه الاولى المتمثله في روايه نانسي وانتقام ستيفن المسيطر عليها الالم والحزن، بين ام فقدت ابنها المدلل وبتحاول تهرب من حزنها بالقاء اللوم على كل ما هو ممكن القاء اللوم عليه، او ستيفن الاب اللي فقد ابنه وبيضاف عليه رحلته مع زوجته وهو بيشوفها بتتلاشى كل يوم لحد ما بتموت حزنا على ابنها، فبيتحول لوحش شرس ودايما لابس ستر زوجته المتوفيه وعاقد العزم على الانتقام من اللي اختارت نانسي القاء اللوم عليهم بدون حتى محاوله التفكير في مدى خطا وجهه نظرها. والسرديه الثانيه المكونه من اليزابيث وعيلتها والمسيطر عليهم القلق والخوف والندم، بين الزوج اللي بيتحط في مواجهه مع ضعفه والهرب من المواجهه بيختار يصدق كل الاتهامات اللي وجهت لزوجته، وزوجته اللي بتشكل لاخر حلقه رد فعل على كل الاحداث بدون محاوله للتدخل في سيرها الا من خلال اعاده دفنها مره تانيه باعتذارات متكرره او الصراخ اليائس لمحاوله اقناع اللي حواليها بانهم يسمعوها، وبين الابن اللي بيشكل هدف ستيفن الاساسي تحت مبدا ابن مقابل ابن. ومع رجوعنا للماضي هنلاقي ضحايا القصه المتمثلين في جوناثان الولد اللي مصيره معروف الموت، والشابه الجميله اليزابيث اللي بتحصد كل كرهنا ونقمتنا عليها من اول حلقه. فاحنا قدام تركيبه شخصيات معقده هم نفسهم اللي بيخلقوا الاسئله اللي بتحرك القصه، اللي حتى مع نهايتها بيسيب كورون وراه بعض الاسئله ليك علشان تفكر فيها وتبدا رحله الشك من اول وجديد طبعا لو حابب ده. شخصيا انا قررت اتعايش مع فلسفه المسلسل لاني حسيت انها اهم من اي اجابه ممكن احصل عليها. يعني على الرغم ان كورون طاغي قوي بشخصيته على المسلسل، ولكن يعني انا لسه متعمقتش قوي في التفكير في الجمله اللي هقولها دي، بس ديسكليمر قد يكون المسلسل صاحب الاداءات التمثيليه الافضل في 2024. ده مسلسل فيه كيفن كلاين باداء من الاداءات اللي تخليك في مشاهد معينه توقف المسلسل وتسقف من مدى الجنون المخطوط في الحزن والاسى اللي بيعرف يقدمه، او ليزلي مانفيل اللي لسبب ما كل اللي بيتكلموا عن المسلسل بينسوها. ليزلي مانفيل عموما ممثله جباره وهنا مش استثناء ابدا، ويفوز بواحد من اكتر الشخصيات المستفزه السنه دي ساشا بارون كوهين اللي بيرفكت كاستنج جدا، مستفز في الحقيقه ومستفز في المسلسل. ونتحرك لكودي سميث ماكفي اللي ظاهر قوي على الرغم من كونه شخصيه مش بتظهر اهميتها غير في الاخر، واداء ليلي جورج كان رائع برضه في دور اليزابيث الشابه، وطبعا محاوله الحكم على اداء الاستراليه كيت بلانشيت هو نوع من انواع الاهانه لواحده من اعظم الممثلات اللي عايشين معانا دلوقتي. طبعا المسلسل مش خالي من المشاكل بين شويه الملائمات الزايده والكليشيهات هنا وهناك خصوصا في اخر حلقه، لكن باعتبار ان دايما بنتصر لفلسفه السرد على البناء الدرامي خصوصا لما الفلسفه بتشدني فحاسس اني متصالح مع المشاكل دي، وكان بس اللي ناقص الاسترسال في بعض التفاصيل الخاصه ببعض الشخصيات خصوصا شخصيه جوناثان علشان الصوره تكمل، لكن غير كده مسلسل ديسكليمر هو تجربه دراميه تقيله متكامله من جميع الجوانب الفنيه بقصه مليانه بالغموض الممتع استكشافه، وتقييمي لمسلسل ديسكليمر هو 8.5 من 10، ومسلسل غير صالح للمشاهده العائليه اطلاقا. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده، لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. طبعا شاركوني برايكم عن المسلسل لو شفتوه، تابعوني على فيسبوك وتويتر هناك بنشر مراجعات مكتوبه للافلام اللي بشوفها، الروابط كلها تحت الفيديو. انا محمود وسلام.